اتكلمنا قبل كده عن ازاي تجيب عروض اسعار من الشحن وازاي تختار احسن شركة شحن دي. دلوقتي انت بعد ما عملت مقارنة ما بين كل العروض، اتفقت خلاص انك هتشتغل مع شركة معينة بوضع معين بخط معين، كل اللي بتعمله حاجة اسمها شيبنج ديكليريشن. انت بتدخل على الخط الملاحي اللي احنا اخترناه اللي انت اوريدي هتشحن عليه، وبتشوف ايه المركب المناسبه ليك، وده هنعلمه لكم في الفتره الجايه ازاي تدخل على السكادول بتاع المركب وتعرف ايه احسن مركب مناسبه ليك لكل خط ملاحي. ده شكل الشيبنج ديكليريشن اللي احنا كنا بنعمله من شويه. بتحط هنا اسم الداتا بتاعتك، اسم المصدر بتعنوانه بتليفونه، كالداتا اللي انت عايزها في شكلها في البوليصه، وبرضو الكونسيني والنوتيفاي بيبقوا نفس الداتا بتاعة المستورد. كل اللي انت عايزه يبقى في البوليسة بتكتبه هنا. ده بيبقى درافت يعني مبدئي، بتبعت الفاينل يوم الشحن. لو عايز الشيت ده يبقى على طول ستاندر ليك، بتحط اللوجو بتاعك وتحوله PDF وتبعته لشركة الشحن. بتكتب نوع الحاوية، نوع الحاوية اللي انت عايزها، ومن ميناء ايه لميناء ايه، البي او ال والبي او دي اتفقنا عليها. ولو معاك اسم المركب بتكتبها هنا او بتمليها لشركة الشحن بتاعتك، بس يفضل تكتبها هنا عشان تبقى رسمي. وبتكتب نوع البضاعة بتاعتك، الفاينل الجروس ويت والنت ويت، ده اللي ممكن يتغير بعدين. نوع بضاعتك بعددها بعدد البريتات، وبتحوله PDF وتبعته لشركة الشحن يبعتولك عليه بوكينج. وهوريكوا دلوقتي شكل البوكينج. ده شكل بوكينج الخط الملاحي CMA. وهوريكوا التفاصيل ايه اللي بيبقى مكتوب، يعني دي المينا التحريك والكات اوف بتاع البوكينج، وبيبقى فيه رقم للبوكينج والفلوردر والشيبر اللي هو اسم المصدر. وبيبقى عندي حاجة اسمها الكات اوف ديت، ده اخر ميعاد تقدر تحمل فيه البضاعة بتاعتك. وطبعا اسم المينا مينا اسكندرية، البورت اوف لودنج هيبقى مينا الاسكندرية. عندي الجزء ده بيبقى الحاوية 20 قدم، ونوع البضاعة ستيل او دورز، والوزن المتوقع. تمام، ده شكل بوكينج الهباجلويد. كل خط ملاحي البوكينج بتاعه مختلف عن الخط الملاحي التاني، بيبقى سيستم شركات. ده هباجلويد بيبقى مكتوب لي مستقبل البوكينج من مين، التفاصيل اللي سجلت بيها البوكينج، وليه رقم ونوع الحاوية هنا مكتوب لي. تمام، بيقول لي انها هتتحرك من مينا السخنه راحه الدمام، سوري، تتحرك من السخنه يوم كذا، ده تاريخ المركب ويوم ما هتتحرك المركب. وبيقول لي ان الكات اوف بتاعي يوم 6، يعني انا هقدر اسحب الحاويه يوم 5 مثلا، تكون عندي 6 احملها ترجع المينا يوم 6. فيفضل احمل قبلها بيومين، يعني لو الكات اوف عندي 6 احمل يوم 4.
ادي نوع البضاعة، الوزن، دول كانوا حاويتين. وبكده ده وريتكم شكلين لخطين ملاحي، هباجلويد والسي ام اي. واي خط ملاحي تاني انت بتعمل ايه بالبوكنج ده؟ بعد ما بيطلع بتسلمه للمخلص بتاعك، بيسحب لك بيه حاوية وبتجيبها عندك في المصنع وتحمل بيها البضاعة. من غير البوكنج ده مش هتعرف تسحبها.